في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من دراسة إعداد برنامج تنمية العمالة برسم الفترة 2017-2022، يعقد مجلس عمالة إسكان أيت ملول أوراشا تشاركية خلال أيام 17-18-19 أكتوبر 2017 بمشاركة أعضاء مجلس العمالة وممثلين عن عمالة إسكان أيت ملول ومجلس الجامعات الترابية التابعة لها وكذا ممثلي المصالح الجهوية والإقليمية وهيئة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع وفعالية المجتمع المدني. وتنصب أعمال هذه الورشات حول بلورة خطة عمل برنامج تنمية العمالة ووضع آليات لتتبعه وتقييمه. اليوم 17 أكتوبر 2017 اللي كيتصادف مع اليوم العالمي لمحاربة الفقر، تنطلق الأوراش التشاركية لرسم المرحلة الأخيرة مرحلة التخطيط التشاركي لإعداد برنامج تنمية عمالة إسكان أيت ملول. السياق ديال هاد الأوراش الأخيرة اللي كتجي في المرحلة الأخيرة ديال التخطيط هي الخروج ببرامج ومشاريع وإجراءات عملية اللي غادي تكون هي النواة ديال برنامج تنمية عمالة إسكان أيت ملول، وغادي تحدد فيه كذلك بطاقات ديال المشاريع وكذلك المونتاج الفينونسي انستيتيوشنال، يعني الالتزامات الماليه ديال اطراف الشركه، تحديد اطراف الشركه والالتزامات الماليه ديالها من اجل يعني تنزيل يعني ناجع ومؤثر لبرنامج تنميه عمالات إسكان أيت ملول. نتمنوا باش نحصلوا على وثيقه تكون يعني الثمره ديال هذا النقاش والتفاعل الجماعي والتفكير الجماعي ديال الافراد اللي شاركونا هذا المسلسل منذ يعني نهايه السنه الماضيه، ونامل يعني في غضون يعني اخر سنه ان شاء الله يدوز المصادقه والتاشيره ويتم في الدير ان شاء الله. اللقاء اللي كان اليوم كان جاء في اطار المسلسل ديال انتاج هذه الوثيقه هذه، وبالتالي اليوم وصلنا في مرحلة اللي هي مهمة جدا وهي مرحلة ديال بلورة المشروع أو لا بلورة المشاريع التي يجب المصادقة عليها فيما بعد والعمل على إنجازها. إذا اليوم تخصنا نخرجوا بوثيقة أولية ديال برنامج عمل اللي غادي نقوموا في الأسابيع المقبلة إن شاء الله بالتحديد ديال المكونات ديالها المادية وكذلك المونتاج انستيتيوشنال اللي زكتر غادي يشتغل معنا في اطار اجتماعات ثنائيه او ثلاثيه مع الفاعلين اللي هما معنيين. الورشه ديال اليوم كتتعلق بالجانب الاجتماعي، وبطبيعه الحال اليوم كنزيدوا نطرحوا ونزيدوا المزيد من الاقتراحات باش تكون عندنا ان شاء الله برامج طموحه جدا وتكون بطبيعه الحال في مستوى طموح ديال المجلس اللي بطبيعه الحال كيتوخى انها تكون عنده وثيقه باش ينجز مشاريع مهمه جدا في اطار مقاربات متشاركيه مع المصالح المهنيه، واللي الغايه بطبيعه الحال الاولى والواحده هي انه يستفيد السكينه. وخصصت اشغال اليوم الاول 17 اكتوبر 2017 حول محور التنميه البشريه واهدافها الاستراتيجيه التي تم اعتمادها خلال المرحله الثانيه من الدراسه، والتي لخصت في 4 اهداف رئيسيه: تحديد تموقع مجلس العماله في خريطه المتدخلين في مجال التنميه البشريه والاجتماعيه، محاربه الفقر والهشاشه الاقتصاديه عبر الاندماج الاقتصادي، محاربه مختلف اشكال الهشاشه الاجتماعيه، تحسين ولوج الساكنه للخدمات العموميه.